صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، جزعا ليوم فيه قد غلب الفساد على الصلاح، بل فيه قد غضت لحاض الفخر من بعد الطماح، وبنو السفاح تحكموا في أهل حي على الفلاح. وبسبط أحمد أحدقت بشبى الصوارم والرماح، ودعته إما يجنحن لسلمها أو للكفاح، فمتى أبو الأشبال روع يا أمية بالنباح، فزحفت في جند الضلال إلى ابن معتلج البطاح، فغشاك من عزماته جيش من الأجل المتاح، فغدا يقيدين الإله بحر وجه كالصباح، قر واستقر يا دين جدي وبشروطي أنا الذي بشفيك من هالمرض والطيب، وشعلتك يا دين جدي والأماجيد، قال لي أبو السجاد بشكي لك من يزيد، ناداه عندي لك دواء والجسمك يفيد، أنا ذخرني لك مداوي عالم الغيب أبو علي، أي الدواء يا حسين بتعالج الجسمي، ترى علتي صعبة يا أبو الشيمة
وسقمي قل بداوع علتك من فيض دمي لذبحي إلى الشيعة ولك فدوى مهوعة أنا خاف ذبحك يا الولي يهدم أركاني وأبقى بليك في الحاير في زماني قال لي أنا بذبحي بشيد لك مباني هذا الأمر مكتوب لي من عالم الغه ذبحي وذبح أهلي وشباني والبدور أنا لازم بسوي لك اسم بالدهار مشهور خلي الخلق تحكي فجيعة يوم عاشور كلمة اللي فم الظام عندي أبد ما يخيب إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم الناس في البذل والعطاء قسمان إما أن يكون مسرف ومبذر وإما أن يكون بخيلا وممسك وإما أن يكون الوسط ما بين هذين الأمرين يكون الوسط ما بين الإسراف والتبذير وما بين البخل والإمساك بالأول خلونا نشوف ما معنى أو ما هو البخل وما هو السخاء وما هو الإسراف والتبذير لكي تتضح لنا الصورة البخل معناه الإمساك حيث ينبغي البذل معناه الإمساك حيث ينبغي البذل يعني أن هذا البخيل في مواطن ينبغي له أن يحفظ ماله فيها عفوا هذا البخيل في مواطن ينبغي له أن ينفق المال فيها أن يبذل المال فيها هو لا يمسك على ماله ويحافظ على هذا المال زين هذا البخيل الإسراف والتبذير هو عكس البخل قلنا أن البخل هو الإمساك حيث ينبغي البذل يعني هذا البخيل في مواطن ينبغي له أن يبذل المال فيها هو يمسك في ماله الإسراف والتبذير هو عكس البخل وهو الإنفاق حيث ينبغي الإمساك أو البذل حيث ينبغي الإمساك
يعني هذا المبذر هذا المسرف في مواطن ينبغي له أن يحافظ على ماله فيها يمسك على ماله، هو لا يبذر في ماله ينفق في ماله. هذان الخلقان مذمومان، والقرآن الكريم بيّن لنا ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا كناية عن الإسراف والتبذير. ولا تبسطها كل البسط، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك كناية عن البخل، ولا تبسطها كل البسط كناية عن الإسراف والتبذير فتقعد ملوما محسورا. سنأتي بآية أوضح في البيان. بسم الله الرحمن الرحيم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة. يعني اعتدال. الإقتار هنا بمعنى البخل، والقوام هنا هو الاعتدال ما بين البخل وما بين الإسراف والتبذير، وهذا الاعتدال يسمى بالسخاء. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: السخاء هي شجرة من شجر الجنة، أغصانها متدلية إلى الأرض، فمن أخذ أحدكم غصنا من تلك الشجرة ساقه ذاك الغصن إلى الجنة. خلونا نعرف ما هو تعريف السخاء. قال أهل اللغة: السخاء هو تقدير البذل والعطاء بقدر الواجب اللائق. شلون؟ يعني هذا السخي ينفق ماله إما في مواطن ينبغي له أن ينفق المال فيها، أو في مواطن يجب عليه أن ينفق المال فيها. صلوا على محمد وآل محمد. يعني هذا البخيل أو هذا السخي ينفق ماله إما في مواطن ينبغي له أن ينفق المال فيها، أو في مواطن يجب عليه أن ينفق المال فيها. في عرفنا السائد، على من يطلق لقب السخي؟ من هو الذي يوسم بهذا الوسام؟ مثلا هو الذي يفتح مجلسه، تأتيه الناس، يضع لهم ما لذ وطاب من الأطعمة. ملتفت وياي؟ إذا جاءه فقير أغدق عليه بالعطاء، هذا في العرف يسمى سخي. لكن خلونا نشوف الشارع المقدس والشريعة الإسلامية تقول من هو السخي؟ من هو الذي يستحق أن يلقب بهذا اللقب؟ يقول الشارع المقدس: السخي هو الذي يؤدي واجب الشرع والمروءة معا. يعني الواجب والمستحب. شلون يؤدي الواجب والمروءة؟ قالوا: يجب عليه أن ينفق على أهله وعياله، يوفر لهم المسكن الملائم، الملبس المناسب، المأكل المناسب. إذا تحققت فيه هذه الشروط شرعا يسمى سخي. إذا جاءه فقير وأعطاه، هذا جانب المروءة، واجب المروءة. إذا جاءه فقير وأعطاه ازداد في السخاء درجة. يعني إلى هذا السخاء درجات. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الإيثار هو أعلى المكارم. يعني أعلى درجات السخاء هي الإيثار.
التاريخ يذكر لنا نماذج عرفوا بالسخاء، مثل من؟ كعبد الله بن جعفر زوج العقيلة زينب سلام الله عليها. بل يذكر أهل التاريخ أن عبد الله بن جعفر كان يلام على سخائه وكثرة إغداقه على الفقراء وعلى الناس. تقول الروايات أو أهل التاريخ أن عبد الله بن جعفر دخل على ضيعة مزرعة كبيرة إلى أحد أصحابه أحد أصدقائه. في هذه الضيعة عبد أسود، وكان في يده ثلاثة أقراص. تقول الرواية قليل وإذا بكلب قد دخل من أسوار تلك الضيعة واقترب من ذلك الغلام. الكلب يبان عليه آثار الجوع، يبان عليه آثار التعب، يبين عليه جاي من مسافة بعيدة. ماذا صنع هذا الغلام؟ تقول الرواية فأخذ القرص الأول ورماه إلى الكلب. الكلب من شدة الجوع أكل الرغيف، رمى إليه القرص الثاني أكله، رمى إليه القرص الثالث الكلب أكل. عبد الله بن جعفر واقف في زاوية من زوايا تلك الضيعة وينظر ماذا يفعل هذا الغلام، هذا العبد الأسود مع الكلب. التفت هذا عبد الله بن جعفر إلى الغلام، قال له يا غلام كم قوت يومك؟ قال له ما رأيت، يعني هاي الثلاثة أقراص هي قوت يومي. قال له وتؤثر بها إلى هذا الكلب؟ قال سيدي إن الأرض ليست بأرض كلاب، وهذا الكلب جاي من بعيد، فآثرت بأقراصي إليه. قال إذن ما أنت صانع اليوم، شو تسوي اليوم؟ قال أبا تطاوي الأحشاء حتى يأتيني صاحبي ويعطيني قوت يومي. إيش سوى عبد الله بن جعفر؟ تقول الرواية ذهب واشترى الضيعة بما فيها، بمن فيها من نخيل، من جواري، عفوا من عمال، من عبيد، بمن فيهم هذا العبد. أعتق العبد وأنحله تلك الضيعة. هذه الرواية أو هذا الموقف فيه درجات من درجات السخاء. أنا ما أدري كأن أحس في فوضى الماتم، لو أنا يبين لي يعني أحس فوضى في الماتم، لو يبين لي يعني أنا يعني كذي هدرة شوية كذي، خاف يبين لي أنا. صلوا على محمد وآل محمد. في هذا الموقف صلى الله عليه وسلم وعلى محمد اللهم صل على محمد. في هذا الموقف درجات من درجات السخاء. موقف الغلام مع الكلب هذه درجة من درجات السخاء، وموقف عبد الله بن جعفر مع الغلام هذه درجة من درجات السخاء. يعني إلى السخاء درجات. وكما ذكرنا سابقا أن أمير المؤمنين عليه السلام يقول الإيثار هو أعلى المكارم، يعني أعلى درجات السخاء، الدرجة العليا العظمى التي لا تأتي درجة بعد هذه الدرجة هي الإيثار. ما هو الإيثار؟ شنو هذا الإيثار؟ الإيثار هو تقديم الشيء مع الحاجة إليه وتفضيل الغير على النفس. أنا تارة لدي هذا كأس الماء أستعيش به يومي، ما عندي إلا هذا الماء أستعيش به يومي، لكن إذا جاءني الطارق وطرق الباب يشتكي إلي العطش أؤثر له بهذا الماء وأفضله على نفسي. هذا معنى الإيثار.
ولذلك الآية الكريمة التي ابتدأنا بها الحديث قوله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. في هذه الآية الكريمة الله تبارك وتعالى يمدح بها المؤثرين، ولذلك يقول أهل التفسير أنها نزلت في 7 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله استشهدوا ولم يشربوا الماء. في يوم أحد ولما أن تخلف الناس عن النبي صلى الله عليه وآله لم يبقى مع رسول الله إلا ثل قليل من خلص أصحابه، منهم هؤلاء 7. يوم أحد يعني حرب، يعني قتال، يعني هؤلاء 7 مثخنين بالجراحات. تقول الرواية والماء الموجود في ذاك الوقت لا يكفي إلا لواحد، يعني إذا شرب الأول الثاني لا يشرب الماء. يقول المفسرون فأخذ الماء وقدموه إلى الأول، هاك خذ اشرب الماء. قال لهم لا، ابعثوه إلى صاحبي فإنه أظمأ مني. أخذوا الماء بعثوه إلى الثاني، قال لهم الثاني لا، ابعثوه إلى أخي فإنه مثخن بالجراحات وإنه عطشان. بعثوا الماء إلى الثالث، امتنع عن شرب الماء وآثر به إلى الرابع إلى الخامس، حتى أن وصلوا إلى 7 فوجدوه قد فارق الحياة. عادوا بالماء إلى الأول إلى الثاني حتى استشهدوا 7 ولم يشربوا الماء، فأنزل الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولذلك هؤلاء الشهداء، شهداء أحد، نحن نستلهم منهم معنى الإيثار، معنى التضحية. ورد استحباب زيارة هؤلاء الشهداء، نقف على تلك الأعتاب الطاهرة، رزقنا الله وإياكم الوصول إن شاء الله، نناديهم السلام عليكم يا أهل بيت الإيمان والتوحيد. معا في هذه الكلمات، كلمات الزيارة كلمات عظيمة. السلام عليكم يا أهل بيت الإيمان والتوحيد، السلام عليكم يا أنصار دين الله وأنصار رسوله صلى الله عليه وآله، أشهد أن الله قد اختاركم لدينه واصطفاكم لنبيه، وأشهد أنكم حزب الله وأن من حاربكم فقد حارب الله. ولذلك هؤلاء الشهداء نحن نستلهم منهم معنى الإيثار ومعنى التضحية. هذا جانب مما ورد من أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية الكريمة. لكن شيخ الطائفة الشيخ الطوسي عليه الرحمة يروي بإسناده عن أبي هريرة أن هذه الآية الكريمة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يقول الشيخ الطوسي بأنها نزلت في مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله. ما عندك يا شيخنا من روايات تدل على أن هذا على أن هذه الآية الكريمة نزلت في أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ يروي الشيخ الطوسي عليه الرحمة في كتبه يقول أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله يشتكي لرسول الله الجوع، النبي كان في المسجد، فالنبي بعثه إلى بيوتاته مع غلام له. تقول الرواية فلم يجدوا في بيوت النبي إلا الماء، يعني ما في بيت النبي غير الماء. رجع هذا الرجل إلى المسجد، التفت إليه النبي، قالوا له يا رسول الله إن لا يوجد في بيوتاتك إلا الماء. التفت رسول الله إلى أصحابه قال لهم أصحابي من لهذا الرجل هذه الليلة يطعمه ويؤويه؟
قام أمير المؤمنين قال أنا له يا رسول الله، أنا له يا رسول الله، أطعمه وأؤويه. تقول الرواية فأخذه أمير المؤمنين إلى داره. كالعادة أمير المؤمنين فتح باب داره، تستقبله مولاتنا فاطمة سلام الله عليها. أهلا بأبي الحسن، أهلا بأمير المؤمنين. التفت لها أمير المؤمنين، يا بنت رسول الله ما عندنا الليلة من زاد. التفتت فاطمة إلى أمير المؤمنين، يا أبا الحسن ما عندنا إلا قوت الصبية، طعام الحسن والحسين فقط، لكننا نؤثر به إلى ضيف رسول الله. تقول الرواية فقدمت الطعام إلى أمير المؤمنين، وإذا بالطعام قليل، يعني إذا ياكل أمير المؤمنين ويا الضيف يقل الطعام على ضيفه. قال لها أمير المؤمنين يا بنت رسول الله نيم الصبية وأطفئ السراج، وقدم أمير المؤمنين هذا الطعام بين يدي الضيف. تقول الرواية فأخذ أمير المؤمنين يعلك في لسانه حتى ظن الضيف أن عليا كان يأكل معه. أصبح الصباح، ذهب أمير المؤمنين إلى مسجد رسول الله، أخبره بما جرى. تقول الرواية فما برح علي مكانه إلا وقد نزل جبرائيل يقرأ على رسول الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان بهم حاجة هم يؤثرون على أنفسهم، وهذا مو غريب على أهل البيت، ليس بغريب على أمير المؤمنين سلام الله عليه. القرآن بيّن لنا ذلك، بسم الله الرحمن الرحيم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء. ثلاثة أيام لم يذوقوا إلا الماء، ولذلك هذا مو غريب على أمير المؤمنين سلام الله عليه، مو غريب على أمير المؤمنين، لأن أمير المؤمنين هو مدرسة في الإيثار. أمير المؤمنين مدرسة في التضحية، ولذلك الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم بيّنت لنا أن الله تبارك وتعالى كان يباهي الملائكة بأمير المؤمنين عليه السلام. دليل على هذا الكلام، شاهد على هذا الأمر، على أن الله عز وجل يباهي الملائكة بأمير المؤمنين. يقول ابن عباس إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى جبرائيل وميكائيل أني آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فمن يؤثر صاحبه بعمره. قل الرواية فكلاهما كرها الموت، فأوحى الله تبارك وتعالى إليهما أولا تكونا كعبدي علي بن أبي طالب، آخيت بينه وبين حبيبي محمد صلى الله عليه وآله، فها هو يفدي محمدا بنفسه، اهبطا إلى الأرض واحفظاه من كل سوء. تقول الرواية فنزل جبرائيل عند رأس أمير المؤمنين وميكائيل عند قدمه، وجبرائيل ينادي بخن بخن لك يا علي، من مثلك والله يباهي بك الملائكة. مو غريب على أهل البيت سلام الله عليه، مو غريب على أمير المؤمنين. أمير المؤمنين هو مدرسة في الإيثار، مدرسة في التضحية، فلا عجب ممن تخرج من مدرسة أمير المؤمنين أن يحصل على شهادة من هذه المدرسة، مثل من كأبي الفضل العباس، السيد عبد الرزاق المقرم عليه الرحمة،
يقول أن منع الماء عن الحسين 3 أيام، والعباس عندما خاض الماء برجله لم يشرب الماء. في نهار شهر رمضان عاده الله علينا، في نهار شهر رمضان إذا أحد يحس بالعطش ينتظر متى الأذان يؤذن عشان يشرب الماء، فما بالك أبو الفضل 3 أيام لم يذق الماء، وعندما خاض الماء برجله وحس ببرد الماء أبت نفسه أن يشرب الماء قبل الحسين. بعد نماذج عرفت بالتضحية كمولاتنا زينب سلام الله عليها. زينب ليست فقط هي أسيرة، ليست هي سبية فقط، بل زينب قدمت 2 من أولادها بين يدي الحسين، يعني لديها أولاد شهداء بين يدي الحسين سلام الله عليهم، وهذه أم أفاقدة وإذا بها تتجلد. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: لقد رأيت عمتي زينب في ليلة 11 تصلي صلاة الليل من جلوس. شنو هذا القلب؟ قلب امتحنه الله تبارك وتعالى بالإيمان، ألهمه الصبر، لكن ساعد الله مولاتنا زينب في يوم 11 من المحرم عندما لاح ضوء الفجر وإذا بالأجساد على بوغاء كربلاء، وزينب ترى الجثث وإذا بالنياق الهزيل قد دنت إلى مخيمات بنات الرسالة، وإذا بشمر ينادي أركب النساء. التفت الإمام زين العابدين قال له: سود الله وجهك، هن بنات الرسالة، كل واحدة تركب الأخرى. تقول الروايات: حتى استوينا النساء على تلك النياق. التفت الإمام، التفتت زينب إلى الإمام زين العابدين: بني علي، هاك ظهر اصعد على ناقتك. التفت إليها الإمام، قال لها: عمه، إذا أنا صعدت وركبت على ناقتي فمن الذي يركبك على ناقتك؟ قالت له: بني، أنا لدي من الذي يركبني على ناقتي؟ وجهت بوجهها ناحية العلقم، نادت: حبيبي عباس، كافلي عباس، هذه النياق دنت إلينا، فتعال وأركبني على ناقتي. قل: وينك يا قايد ناقتي؟ ضعني الحرم شال، حرمة وضعيفة ومبتلية بحرم وطفة. أبياتك وأنا وياك. عنك يا أبو فاضل ترقوا وخذوني، كل ما جرى دمعي على خدود يضربوني، كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوني، حرمة وضعيفة ومبتلية بحرم وطفة. عباس، مان من المدينة بذمتك جيت، أنا لأجلك ولأجل حسين عفت الوطن والبيت، وأشوف جيت الكربلة ومني تبريت، بعت السهم مني وبليتون بهالعيا. ثم وجهت بوجهها ناحية الحسين: أبا عبد الله، يردون نسافر يا بعد أهلي ونخليك، يا ليت من قبل السفر نقعد نواري.
هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقيك؟ لا تقول خلتني العزيزه بغير تجفي، لا تقول عني سافرا وما ودعوني، شالوا خواتي وللقبور ما شيعوني، انا يا ليتهم وياك بالبار يتركوني، ولا روح حسرام يسر فوق المهازي. خويا لا تقول ما بي مروة، خويا لا تقول ضيعت الأخوة، ترى ما خوذتني حسن قوة، هي ترى ما خوذتني حسن، هي قوة. شقول اللي يناشدني من الناس اخوك حسين وين وين؟ عباس اقل حسين ظل جثة بلا راس، وعباس في القطعة ويمينه، يا وعباس في القطعة، يا ويمي. انا لا والد لي ولا عم الوذ بي، ولا اخ بقي ارجوه، ذو رحمي اخي قتيل ورحلي قد ابيح، وبيضاق الفسيح. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى إرحام، من رأس ماله الرجاء وسلاحه جميعا، يا سابغا يا دافعا يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بنا ما أنت أهله يا أرحم الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك. يا الله، اللهم إني أعوذ بجلال وجهك العظيم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه يا أرحم الراحمين. إلهنا بالحسين الوجيه، إلهنا بالحسين من سألنا الدعاء، والمؤمنين والمؤمنات، اللهم شاف مرضاهم، يسر أمورهم، اقض حوائجهم يا أرحم الراحمين. اللهم فك قيد كل أسير، لا سيما أسرانا، اللهم فرج عنهم بفرج عاجل قريب كلمح للبصر، أو هو أقرب من ذلك يا كريم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وإلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين من مات على الإيمان لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.